دابا ولا الصوت يا بيه، هذاك المفيد. كما قلت احنا ما دامنا في عقارب اليوم حابين هكا نشوفوا في عقارب اليوم الصباح، معناتها المواطنين لهنا شنو ياخذوا. قينا الفطاير، حابين نجيو نشوفوا الفطاير معناتها، والمواطنين اللي يجيو الصباح. صحيح مأخر شوية، تو 9، نعرف الفطاير يبداو بكري، معناتها الخدمة نتاعها من 5 ل 5:30. احنا جينا تو، لكن هو سي أنور ما قصرش، خذا بالخاطر وقالنا تفضلوا باش يحكي معانا على الفطاير. خلينا ناخذ المواطنين قبل كل شيء. احنا سي نور الدين، سي نور الدين ابراهيم، مرحبا بيك. وبيك بيه فطيرة الصباح يظهر لي ما خيرش منها، خصوصا كذا الدنيا بارده، او تعمل جو مليح تسخن الواحد شويه وينجم يخرج يخدم على روحه ويعمل كعيبه سنين. التيربو ولا الانجكتور يخدم بالكعب الفطاير؟ التيربو يخدم. اي التيربو، اي التيربو يشيخ يشيخ معناتها شنو هو اللي يشيخ؟ التيربو بيك كعب الفطاير بالعسل ولا لا؟ لا لا، ولا خاطر انا عندي سكر، ربي يشفيك. عايشك ناكل الكعيبه، فما طاير طايبه بالزيت وكاو كاو، تسخني ونمشي القهوه تزاده، نمشي من بعد تاني نعمل القهوه. يعطيك الصحه، عايشك الله يشفيك. عايشك الصحه بيه. خلنا ناخذ احنا معانا كمال. كمال زاد حتى انت ظهر لي لهنا كل صباح كعيبه فطاير من عند انور لهنا. اكيد اكيد، انا والمتسكنين الكل لهنا كل صباح، فهمتني. بالنسبه للسبت ولا حد بريسك ولات حاجه اوفيسيال رسميه، لان العائلات الكل يجوا يفطروا صباح لهنا. جي عائلات ما جي، مثلا ولاد مع العائله يهزك 6 7 كعبات لدارهم ولاباس، يخدم على روحه وقاعد يتحسن، فهمتي. حاجه سكر عسل ولا سكر لهنا؟ اي يخدم بالعسل، يخدم عسل ويخدم سكر، يخدم بلاش، يخدم فطيره بالعظم حسب شي كل كليون شي يحب ويعطيه الصحه به. كل نهار كعبه فطاير الصباح اكيد اكيد، وجهك يكون اصفر يولي احمر، بركة الله. اكيد اكيد، كيما حكيت ساعيك فهمتي، الانجكتورات تتحل على الصباح فهمتي. يوليك الصحة، صحة وبالشفاء. خلينا ناخذ معنا انور، احنا صاحب الصنعة. صباح الخير انور. باهي قبل كل شيء، قبل كل شيء اقرب حذايا شوية خاطر الواحد باهي. قولوا الفطيرية من الجنوب، اعطيني من الجنوب ولا؟ من الجنوب. منين؟ من مدنين. من مدنين، ما زين ما نقدرش. مرحبا بك. باهي انور، الصباح بكري ديما؟ ديما الخمسة، الخمسة ونص، الأربعة ونص، ديما أنا موجود هنا. هذه منين حفظتها؟ مع أب عن جد، مع الفطاير؟ هي علمها لي بوباي. بوباي راجل كبير، علمني الفطاير، أنا الواحد يخدم بها يسترزق بها والحمد لله. وقتاش تبدا معناتها التحضير وكذا؟ وقتاش تحلوا؟ نحلوا مع الخمسة، الخمسة ونص كما قلت لك، ونبدا نحضروا ونعجن العجنة، تجي العباد مثلا نقولوا مع الستة، الستة ودرج بعد الأذان معناتها. يجي انا اللي خارج من الجامعه، اللي مش يقصد ربي للخدمه، جماعه الزيتون زاده، جماعه الزيتون وجماعه مثلا نقولوا اللي خارجين من الجامعه، اللي ماشيين يخدموا على ارواحهم، الناس كل تجي كبير وصغير. وانا نعمل في كعيبات الصغار للصغيرات من عندي، من حب انا للصغيرات معاه. تود بهم الصغيرات؟ اي للناس الكل، ساعه لساعه نسال حد يقعد مستغرب يقول لك هذا ايش يقصد بها، وانا باش نعمل له فطيره صغيره مالها مال. هذه هي الحكايه كلها. وصحة وشفاء للناس الكل. يعطيك الصحة، ربي يعينك، يعطيك الصحة. شي يعمل كيف؟ احنا وحضرنا كعباد فطاير سخان. كيفاش؟ يا خويا كهو اللبليبي زادة، ما عندكش فكرة ما اللي فات زادة على اللبليبي زادة يا رامي، ما عندكش فكرة زادة. عايشك عايشك، يعطيك الصحة. هذاك هو عايشك، يعطيك الصحة. بالله كبت صوتك. هاي دونك هذا هو معناتها متابعين على الصفحه الرسميه ديوان فهم. حابين اليوم في عكيرف نجيو نشوفوا المواطنين الصباح اللي يحب يجي يعمل فطير الصباح. جينا بحذا خونا انور اللي فرح بينا وما قصرش معناتها، بورتون تو 9 نورمال وكمل معناتها باش يبدل تو نورمال، تبدل الحار شباتي والخدمه الاخرى. دونك انت مازلت عملنا في الفطير، يعطيك الصحه. المواطنين كيف كيف اللي يجيو وياخذوا الفطيره نتاعهم الصباح، احنا كل مره نحاولوا باش نمشيو نشوفوا المواطنين شنو اللي ياخذوا الصباح. فما شكون ياكل لبلابي، فما شكون يحب ياكل الفطيره حلوه وصحه بالشفاء، وان شاء الله ديما اوفياء معنا على ديوان فهم.